جماعة جمالة كان له مسببات وعيات ويتحمل المسؤولية المباشرة في هذا النفاذ الإدارة الترابية في شخص عمال الذي نتعاقبه على عمالة صغيرة جمالة. لأننا بغينا نتكلموا ونكونوا منصفين وكنخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى، خاصنا نسموا الأشياء بمسمياتها، خاصنا نحطوا يدينا على الجرح. من يتحمل المسؤولية في تدبير ملف وعاء عقاري الذي توفر على رسم عقاري 22/747 على 38 الخاص بالأراضي السلالية؟ فلا يخفى عليكم إخواني الحضور، الملاحظة الأولى عندي لتم صياغة ديالها باللغة الفرنسية. فهو ما هو معلوم دستوريا ان اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية. هذا ان دلف انما يدل ان العقلية اللي كتدبر هذا الملف هي عقلية فرنسية لا علاقة لها بالواقع المعاش للسكن الصفيحي. هنا كنستنكر لما كنتكلم على هذا الملف كنتكلم في وحدو التاريخي ان بدا صفيح منذ 1983 تحدث العماله في 1983 اللي كان كيدبر هذا الملف على ذاك مجلس العماله واللي كان امل بالصرف هو عامل صاحب جلاله على عماله صغيره الجماله. مجموعه من الاخطاء ترتكبت في تدبير هذا الملف وحنا دابا حاليا نؤدي ضريبه ديال الفساد. علاش؟ لان الدوله المغربيه او الاجهزه اللي عندها ما رضتش المسؤوليه بالمحاسبه. باش نرقص المسؤولية بالمحاسبة نتيجة على هذا الوضع الشاب بقى آخر الدواء هو الكي. قلنا شنو غادي نديرو؟ خاصنا نديرو تمارا بدون صفيح، جمعوا العباقرة والخبراء والنبغاء يقدرون بكيف شاء بكيف شاءوا، فقالوا لنا بالحق بأن مصيركم هو العمارات. هذا يؤسف له وهذا اللي قدر ليا ما فيش ريحة المتع المغربي مرفوض. لا نديرو نشوف اخوان قد نكونوا ناضجين شويه ونتواصلوا ونشوفوا حلول لهذه المشكلات. حنا جينا اليوم انا كنحمل المسؤوليه المباشره لحزب العداله والتنميه احبه من احبه واخا معايا في المعارضه. الوقت اللي كانوا كيتفاوضوا وكانوا داخلين في اطار اتفاق الشراكه ما خداوش بعين الاعتبار طبيعه مكون الملف. فين هما مكون الاذونات؟ حنا لما كنتكلموا ماشي تطشي حد،